أعلنت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية جديدة حجمها 424 مليون دولار لشعب السودان. قالت الدبلوماسية الأمريكية أن أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون جوعاً شديداً، مضيفاً أن نحو 11 مليون فروا من منازلهم. هذا وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى مدينة نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيجري رئيس مجلس السيادة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم. تقت السلطات الصحية في السودان ناقوس الخطر مع تفشي وباء الكوليرا بقوة، خاصة في المناطق التي تضررت من الأمطار الغزيرة والفيضانات. وسجلت السلطات أكثر من 388 حالة وفاة و13 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين. رصد المرض أو رصد في 10 ولايات من أصل 18 ولاية في البلاد وفق السلطات. قال محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير إن موكله نقل إلى العاصمة السودانية إلى مدينة ماروي شمال البلاد لتلقي العلاج. أضاف لرويترز أن البشير نقل إلى مركز احتجاز في ماروي قبل العلاج في مستشفى في المدينة، ولفت إلى حاجته لمتابعة الصحية والفحوص الدورية خاصة مع حدوث بعض المضاعفات له. تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة المشهد سالي بابكر من ولاية نهر النيل. سالي، أبدأ معك إذن بآخر التطورات الميدانية. نعم، يعني اخر تطورات ميدانيه اليوم اقليم دارفور، ربما هو من اكثر المناطق التي تشهد اليوم معارك ضاريه بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان هنالك سقوط لعشرات القتلى والجرحى جراء القصف الجوي المكثف اليوم الذي كان من الجيش السوداني تجاه منطقه منليط الواقعه شمال الفاش الشمال دارفور، وكذلك تجاه منطقه الضعين في شرق دارفور، وهي احدى المناطق الواقعه تحت سيطره قوات الدعم السريع. كان هنالك استهداف لهذه التمركزات للدعم السريع، وجراء هذا القصف العنيف سقط عشرات الجرحى والقتلى من بين صفوف قوات الدعم السريع وبين صفوف المدنيين. كذلك ايضا استمرار المواجهات العسكريه بين الجيش وقوات الدعم السريع ايضا في الفاشل الواقعة في شمال دارفور، والتي أيضا بالأمس شهدت قصف عنيف من الجيش تجاه تمركزات الدعم السريع في شرق المدينة، وكان هنالك قصف مماثل تجاه من الدعم السريع تجاه مواقع الجيش في وسط وفي جنوب غرب المدينة. اليوم المعارك هي في تدور في اقليم دارفور سواء كان في الشمال او في الشرق، وبالامس ايضا كان هنالك قصف تجاه تمركزات الدعم السريع ايضا في جنوب دارفور في مدينه نيالا بالتحديد، القصف الذي طال مطار نيالا ودمر اجزاء من هذا المطار الدولي. ولكن العاصمه الخرطوم اليوم تشهد هدوء حذر خاصه بعد يعني احتدام المعارك فيه امس، وكان سلاح الجو وسلاح المدفعيه هو الاساس في هذه الاشتباكات، حيث كان ايضا تبادل القصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع في شمال بحري وكذلك في شمال مدينه ام درمان، حيث قام الجيش الدعم السريع عفوا يعني كان منذ ايام ومنذ اسابيع قرابه الشهر تقريبا يقوم بقصف مستمر شبه يومي تجاه منطقه الثوره السكنيه الواقعه شمال غرب ام درمان، والتي تحتضن اعداد كبيره جدا من المدنيين، وكذلك يعني هذا القصف ادى الى سقوط اعداد من القتلى ومن الجرحى وخسائر في الاموال وفي الممتلكات كذلك في هذه المناطق. نعم. طيب، اشكرك سالي بابكر من ولايه نهر النيل.